لجماهير الزمالك العظيم. انا ما بفرحش لما بتحفل على النادي الاهلي او بتشتم النادي الاهلي، انا بفرح بده. عايز تهزم النادي الاهلي اهزمه في ده، في الالعاب، في الرياضه، في ده، هو ده اللي انا عايزه، ان اولادنا ينزلوا اقصى جهد عشان يحصدوا البطولات من نادي المنافس والنادي الاهلي، ده اللي بيفرحنا. انما تطلع في مدرج عيله صالح مش عارف ايه اصل ايه، ولا بيفرح. واوعى تعمل زي العيال اللي هناك. تاني، اوعى تعمل زي العيال اللي هناك. احنا بنقدر نخاطب جماهيرنا، بنقدر نقول لهم عيب في الوقت المناسب، لكن غيرنا ما بيقولش عيب. غيرنا ما بيقولش عيب، بالعكس. ده في الكابتن مصطفى يونس قال 3 مليون جنيه سنويا بيتصرفوا على عيال سوشيال ميديا عشان يشتمونا. فانا بقول لهم بعد ما ربنا هداني الحمد لله وعلقت اجنحه ملاك، ربنا يسامحكم، هكسبكم في البطولات وفي المحاكم الدوليه، وربنا يوفقنا كمان في المحليه باذن الله ان شاء الله. البلد دي فيها قانون، البلد دي فيها قاضي. ونسيت اقول لكم ان احنا جاي لنا 45 مليون جنيه من كهرباء، مش هدفعهم، هحجز على كل قطعه في ملابسه. تاني، لان مفيش بلطجه، واتنصح قبل كده، يا ابني انت ماشي في سكه خطر، محدش هيحميك. حد دلوقتي جه طبطب عليه وقال له تعالى يا كهرباء النادي هنا، احنا اللي جبناك واحنا اللي مشيناك وديناك النادي البرتغالي، ولا حد. سابوه بيغرق لوحده. عرفت يا كهرباء انك بتغرق دلوقتي لوحدك؟ واوعى تفتكر ان احنا هنسيب جنيه عنك. وعدت شغال النهارده 45 مليون، بعد شهر يبقى 50 مليون، 5% على المبلغ، و 5% مركبه، يعني 5% كانت على 40، غير 5% على 45، غير على 50. فان شاء الله باذن الله نادي الزمالك بامر الله زي مصر. في ناس تقعد يسال ايه هو السيسي بيجيب الفلوس منين عشان المشروعات دي؟ ويقول لك ايه هو مرتضى بيجيب الفلوس دي منين عشان المشروعات اللي عمال يعملها دي؟ قلت قبل كده في ناس حط في ايديها تراب بيبقى الماس من عند ربنا، وناس بيبقى في ايديها الماس بيبقى تراب.